مع دخول المدرسة وبداية الامتحانات بنتعرض كلنا الحقيقة لضغوط طول الوقت، حتى بعيدة عن المدارس، أي حد بيبقى راجع بقى بعد الصيف ورجعنا بقى تاني للروتين، الضغوط والشغل دايما بالظبط في كل حتة، فبنحاول كده نفضي دماغنا علشان نعرف نقول أو ناخد أو نعمل أبسط حاجة في الحياة إن إحنا ناخد نفسنا، المفروض إن هي أبسط حاجة أو كلمة بنقولها بس بجد معناها إيه؟ ناخد نفسنا، قد ايه ده مفيد لينا ولطاقه جسمنا، وده اللي بيحصل بالظبط لما بنبدا نعمل تمارين يوجا معينه بعيدا عن الكليشيه بتاع الام والام وكده، اليوجا حاجات كتيره جدا جدا جدا، هل اليوجا لازم تكون بتمارين صعبه ولا ممكن شويه تمارين تنفس نعملها تريحنا وتخلينا نستريح من الضغوط والتوتر وكمان ندي للجسم فوائد مختلفه؟ تفاصيل كتيره هنعرفها دلوقتي مع مدربه اليوجا غاده المراجل منورانا. ازيك يا غادة؟ عاملة ايه؟ تمام غادة، اليوجا مش حاجة واحدة بس. يعني بنشوف مثلا في السكادول بتاع الكلاسز بتاعت اليوجا هاتا يوجا، باور يوجا، مش عارفة ايه حاجات كتير. ايه اللي بيفرق ما بين نوع يوجا والتاني؟ مش هي كلها يوجا؟ هي كلها يوجا بس هي انواع. هي اول ما اليوجا الاول ابتدت نفس وميديتيشن. ميديتيشن يعني ايه؟ يعني انا اقعد واحاول افصل دماغي. ممكن افصل دماغي بقى ان انا ادخل دماغي ان انا اركز في النفس داخل وطالع، ممكن اتخيل منظر حلو في دماغي، ممكن مجرد ان انا اركز على حاجه واحده واحاول ان انا ما اسرحش فيها. بعدين مع الوقت لقوا ان هو المديتيشن دي محتاجه، هي بتهدي السول اللي هي الروح. طب انا محتاجه دلوقتي التمبل اللي هو المعبد اللي عايش فيه الروح دي، جسم محتاجه اهتم فيها. فابتدوا يهتموا بالجسم، فابتدينا بحاجه زي الهاتا يوجا. فهم ابتدوا بعد المديتيشن هاتا يوجا، بعد كده بقى ابتدت الدنيا تبقى وسترنايز، يعني ابتدوا يدخلوا على الهاتا يوجا، ابتدوا بقى يدخلوا فينياسا تبقى مور فلو وعرق ونفس، ودخلوا بقى انواع بقى كل حاجه، كل الانواع الثانيه ابتدت تظهر. بس الاساس هو الهدف من اليوجا ان انا افصل دماغي واخد نفس واشغل الميجر ماسل زي العضلات الرئيسيه اللي في جسم اللي هي تحمي جسمي واللي هي توقف جسمي، اللي هي شبه شويه اللي هي بتاعه الصلاه. اوكي، يعني في حاجه اسمها سان ساليتيشن او اللي هي يعني بالعربي اسمها اللي هو تحيه الشمسيه. فبس يعني الترجمه الحرفيه مش حلوه قوي، بس anyway هي بتساعد ان انا هشغل كل العضلات الرئيسيه في الجسم مع النفس. يعني كل حركه باخد فيها نفس والحركه الثانيه اطلع فيها نفس، شويه حركات بفتح لورا وشويه بوطي لقدام، فعلى اخر السانسليتيشن دي ببقى حركت كل العضلات اللازمه. طيب ايه اللي يعني انا حاسس بقى في ترند عالمي كده شويه انه مع انواع اليوجا الكتيره انه ومع اللايف ستايل او اسلوب حياتنا كلنا، ان مش كل واحد قادر يبقى عنده وقت ان هو حتى ان هو يقعد ويعمل يجيب المات والكلام ده كله، الواحد عايز حاجات او تدريبات بقت بسيطه وحتى ممكن يعملها في المكتب او في العربيه حتى علشان يقدر يتنفس. هل ده حصل بسبب طبيعه الحياه اللي اتغيرت في الدنيا كلها او السرعه او كده، ولا في كمان اساليب جديده دخلت على اليوجا برضو خلت انه تمارين النفس دي مش شرط يتعمل لها يعني سيشن بحالها؟ هو الهدف من النفس ان انا اركز عليه واخده ديب، بس انا عشان اخد النفس بعمق وافتح لازم اخد بالي من قعدتي. يعني مش هنبقى قاعدين كده هيدخل قافل على الرئه، لا لازم افتح واي اكسباند، يعني بعمل بوسع الرئه جامد قوي، فلازم افتح لها. فعشان افتح الرئه ده حتى لو مطلعه راسي او مطلعه راسي لقدام وحاولت اتنفس برده مش هتيجي، فما بالك مع الموبايل والكلام ده. فمحتاج دايما الودن فوق الكتف والكتف فوق الهيب، واخد بالي من القعده واخد نفس عميق. فابتدي مجرد ما انا هركز على النفس واتنفس بعمق واخد بالي من شكل الجسم البوستشر ده لوحده، انت كده بتعمل يوجا. فاكر زمان احمد رمزي في الفيلم اللي هو كان بيوجا كده بالظبط. بس اهم حاجه بقى لما باجي اعمل حركه، يعني اي حركه هنعملها حتى لو انا في الجيم، حتى لو احنا بنعمل باور فينياسا اي حاجه، لازم لو انا وانا بعمل الحركه بعمل بس اخد من مناخيري واطلع من مناخيري، ده اتس يوجا. سو يوجا ليه بقى؟ ان انا لما بعمل كده بهدي الجهاز العصبي، بستريتش حته مهمه قوي، باكتيفيت حاجه في عصب اسمه هو كراني، يعني جاي من المخ، كراني نيرف اسمه فيجس نيرف، ده بيمشي في كل الاعضاء الرئيسيه بتاع الجسم. اوكي، هو ده اللي بيعمل الريلاكسيشن، هو ده اللي بيحسسني ان انا بهدى. عشان كده لما يقولك كان زمان زي ما بتقول خد نفس كنا بنهدى، لان لما بنتعصب بلاقي بطني وجعتني، صح، بلاقي النفس راح، بلاقي، فكل ده بيتاثر بايه؟ بالنفس. ليه؟ بالنفس. لانه بيبعت رساله، اول ما نفسي ما بيبقاش مظبوط، يا احنا قاعدين غلط،
يا انا فكرت في فكره عملت لي ستريس، كل ده يخلي يوصل على طول رساله للمخ ان في ستريس سموير. اول ما بيجي الرساله دي ان في ستريس، يبتدي بقى كل الجسم بيشتغل على اساس ان في ستريس. قلبي هيدق بسرعه علشان اجري، هبتدي كل الدم يروح منش وقت هضم، ده وقت حركه، فابتدي الدم يروح للعضلات فمش هقدر اهضم كويس، يبتدي الدم السكر يتفرز في الدم كتير عشان محتاجه سكر. فما بالكوا بقى كل ده بيحصل وانا لسه اندر ستريس، والجسم بيفضل بقى عشان يرجع لحالته الطبيعيه بعديها بعد قد ايه. فكل ده الجهاز الاجهزه بتاعتي كلها بتتعب، الجهاز العصبي بيتعب. فهنا بقى لازم اكتيفيت او اصحي حته الفيجس نير ده اللي هو ان واوت من المناخير دي. لحاجتين، اولا في الناس اللي بتبليف في الانرجي، واحنا في الهند بيقولوا ان احنا عندنا مش من الفم، مناخير ان ان اوت. لان مناخير هم عندنا اعتقاد بتاع انهيل اكزيل، فانهيل ده في الرياضه العاديه. بس اكشلي لو قعدت في اليوجا في حاجه اسمها هايبر فنتليشن، تلاقي نفسك دخت في الاخر. طبعا طبعا المفروض ان اخد من المناخير، ولما اطلع الهواء من المناخير هيضطر يطلع بالراحه قوي. بالعلوم مثلا زي ما درسنا في الساينس بالظبط، زي ما درسنا في الساينس في شعر هيدفي الهواء ويدخله، بعدين اطلع تاني اطرد الميكروبات. انرجيتيكلي بقى هو مفروض ان هو انا عندي انرجي سنترز، عندي في سنترز في المناخير بتوصل ل 72000 انرجي سنتر في جسمي، ودول اللي بيشتغل عليهم في الاكيوبانكشر والحاجات والشاكراز او التشاينيز ميريدينز والحاجات دي كلها. ففي الاخر ساينتفكلي او انرجيتيكلي لازم اخد مناخير جامد واطلع جامد، فالهواء يطلع بالراحه. يعني دايما في فلسفي كده في اليوجا يقول ايه، وي جيف مور ذان وي تيك. يعني لو انا هاخد ثلاث النفس في ثلاث عدات لازم اطلعه في سته. وده في الاصفي لايف، الواحد لما بيدي اكتر ما بياخد طبعًا بيبقى فيه سعاده. صح في الاصفي دي لما بطبقها على نفسي، اولا لما انا بقى اخدت في ثلاث عدات هبقى انا عملت حاجتين، ركزت على النفس فشغلت المخ عن الفكره اللي هي عامله لي قلق، وتاني حاجه هبقى اخدته ولما بطول النفس طالع كاني بنقول كاني بفضي الرئه اكتر حاجه ممكنه، بنقول فور فريش اير تو كام ان، عشان كاني بفضي عشان اخد هواء فريش يدخل تاني للرئه بتاعتي. واهم بقى حاجه من ده كله الفيجس نيرف هيبقى اكتيفيتد، هبقى انا بهدي جهاز العصبي. فدايما لما ببقى اندر الفايت اور فلايت ده اللي هو في حاجه ستريسر في دماغي بتقوم موتراني طبعا، تخيلي ان ممكن يبقى حتى القعده، يعني ممكن يبقى قعدتي دي ده ستريسر. ما هو المخ مش قادر ما بيفرقش ما بين اذا كان ستريس ده حاجه هتهجم عليا، عربيه هتخبطني، ولا انا اللي جسمي كله اندر ستريس، ولا فكره جات لي فانا اندر ستريس. هو في الاخر الجسم بيتصرف اللي هو انا فايت اور فلايت، افايت ولا اجري. فانا لما باكتيفيت الفيجس نيرف ده بخش في حته اسمها ريست اند دايجست. طب حتى هو عملت الحركه دي عملتي دي علاقتها ايه بالنيرف؟ ما هو النيرف بقى ماشي بيمشي في الفيسرال اورجنز بتاعتي اللي هي القلب، ورا الرئه، في الدايفرام اللي هي الحجاب الحاجز بينزل فيزق البطن لبره، فكل ده الاكسجين. فانت متخيله بعد ما الادرينالين كان ضارب في جسمي كله من كتر ما انا يعني زي ما احنا متعصبين بتبقى ايدك عامله ازاي؟ صح؟ فلما ابتدي اخد بقى الاكسجين زي زمان ما كان بيقول خد نفس، ببتدي الاكسجين كاني ببوست، يعني بعمل دفعه للاكسجين في دمي، كاني ببقى عايزه اوصله لكل الخلايا بتاعتي، كاني عايزه اوصله لاطرافي. مش كده لما بيقول لك في اليوجا اتنفس لحد ما توصل لرجلك، هو النفس مش هيوصل لرجلي. صح. هو فكره ريلاكسيشن اللي بتحصل للجسم. صحيح. اوكي طب ممكن نعمل تيجي نعمل اكسرسايز مثلا كده تانية حاجه بس الاكسرسايز يعني مثلا احنا قلنا لازم ابقى واخدين بالنا من القعده. اوكي فالقعده دي لازم نبقى ستريت، يعني انا لما دخلت لقيت مخدتين استريحت. أيوة. يعني عارفه اسند ظهري وعايزه افتح الشيست بتاعي كويس، عايزه افتح للرئه بتاعتي. اوكي دلوقتي العمود الفقري لو هو طول اليوم عامل كده والله اوكي عايزاكم بقى يعني احنا بنتمرين حاجه مع بعض، عايزه احط هو المفروض الظهر من تحت يبقى لافف كده ولا فلات؟ المفروض يبقى طبيعته لافف، يعني هو عامل حرف اس كده صح؟ تقريبا. لو انا ماسكه الموبايل يعني هو لو حطيتي كده وانت ستريت هتلاقي لو انا ماسكه الموبايل عايزين نمسك الماسكه واوطي تحت كده او قاعده على لابتوب هيحصل ايه في اللور بقى؟ بقى فلات طبعا. بقى فلات بقى فلات. اوكي فكده بحمل على ايه تحت؟ على المود الفقري. انا كده بميل اللور بقى كمان. صح. وحجاب الحاجز قفلت على الرئه طبعا. طيب بلاش لو احنا برضو عملنا ستريت تاني وعملت بالعكس، انا فوق بيت ستريت اهو الشاس مفتوح وانا قعدت برضو دورت ظهري طول الوقت وبسوق كده او قاعد على المكتب كده،
حصل ايه في الابر، اول ما عملت فلات للور حصل ايه في الابر، قفل على الرئه برده. فبيحصل كوردينيشن فوق وتحت بيأثروا على بعض. فعشان كده القعده هي نمبر 1 في اي حاجه. طيب ادي نمبر 1 في النفس والبتاع. فنمبر 1 لازم اخد يعني دايما احنا قاعدين في مخده كده مساعداني ان انا سبورت سبورت اخد اللابتوب قدامي مش انا اللي اروح له. فابتدي اعلي اللابتوب هنا. نمسك الموبايل ازاي؟ الموبايل لازم انزل براسي، ما ينفعش اروح برقبتي لقدام برضه كده. لا كده عايزه ماشي اعمل معاكم اكسرسايز خفيف قوي. عايزه اقول لك ما هو طبعا ليه هتوجعك، لان انت الماسل بتاعتك مش متعوده وقويت على كده. فحصل ايه؟ فدي حاجه اسمها اس سي ام ماسل، دي اسرت. أيوة. فانا عشان ارجع اخد الطبيعي بقى بيتعبنا الطبيعي. متخيله؟ طيب عايزه بس اجرب معاكم تمرين واحد بس. شور. لو احنا كده خدي النفس، يعني دلوقتي بتودني فوق كتفي. خدي نفس عميق قوي لحد البطن. عايز اخد دقني لقدام كاني ماسكه الموبايل، وخدي النفس عميق تاني. هل هو هو حصله بلوكج هنا؟ صح هنا. يبقى محتاجه ارجع كده. متخيله بقى انت القعده دي قاعداها يا واقفين في المطبخ يا قاعدين في الشغل، ما بتنفسش صح. ايه اللي هيروح مسج للمخ؟ I'm under stress. اوكي نفس قصير. هنعمل بارت 2 للفقره دي، لان احنا لسه في القعده يا جماعه. لسه بقى اتحركنا. دي نمبر 1، دي نمبر 1. وعايزين المره الجايه نعمل اكسرسايز. اوكي ان شاء الله حتى كل مره نعمل حركه واحده ونقول فوائدها ايه. بس نظبطها بالظبط. نظبطها. هو اهم حاجه المره الجايه اليوجا ستات ورجاله اي حد اعمار عواجيز. ما لو الناس قاعده على كرسي في تشير يوجا بعمل الستريتش بتاعت السباين وخلاص. اوكي ومع البريذنج. غدا بنشكرك شكرا جزيلا. للاسف وقت الفقره خلص، واحنا لسه يا دوب بنقول بسم الله ونستفيد. المره الجايه ان شاء الله ونوعدك احنا هنيجي جاهزين هنتنفس كويس. افتكروا التنفس ونقعد ستريت على طول وودني فوق كتفي. يلا اللي حصل ودني فوق كتفي، واحنا هنستفيد من غدا شويه في الفاصل، وانتوا قابلونا بعد الفاصل وهنحكي لكم بعد الفاصل هنقول لكم بعد.